قال مطب. أمي رغم ما في جسدها من أتعاب تقصر خطاويها مشاكل ركابها، لكنها لن امتماني بمرتاب تنسى مشاكلها وتنسى تعبها. والروح تصلي وقفت لي على الباب على خطى رجلي ما يرمش هدبها. يومي طفل واشفق على بعض الألعاب، كم مرة بعت عشاني ذهبها. يومي طفل واشفق على بعض الألعاب، كم مرة بعت عشاني ذهبها. الله يرفع قدرك. هذه من كلمات الشاعر المليون حمد سكران، الله، وادائي والحان عبد الله سكيت. طيب لا تشقق والله جد، انا قايل لك لا تشقق. قاعد البس. طيب اعطوني بس الاتصالات انقذوني.